المحطات المتفرقة. أرحب بالزميل الصحفي خالد فتحي من شبكة الصحفيين السودانيين. زميل خالد، عام يمر على ذكرى 30 من يونيو، كيف تقيم هذه الفترة؟ مرحبا بك ومرحبا بمشاهدي قناة الشروق. المليونيات اللي طلعت الليلة هي طبعا تصحيح مسار الثورة واستكمال مهام الفترة الانتقالية. نعم. وكان واضح الجماهير اندفعت في الشوارع وفي الطرقات وفي الأحياء وفي البرجان وفي المدن، كلها رافعة شعار نفس شعارات الثورة، الحرية والسلام والعدالة. نعم الزميل خالد، مظاهر للاحتفال ومظاهر أيضا للوقفات، وهذه الجموع التي يعني جموع حاضرة تسير في شوارع وطرقات الخرطوم المختلفة، وتخرج أيضا من هذه الشوارع ومن الأزقة ومن الحارات في ولاية الخرطوم وفي مدن السودان أيضا الأخرى. ما الذي يمكن أن تقدمه يعني هذه الوقفة، وما هو الدفع الذي يمكن أن تدفع به تجاه استكمال مطلوبات المرحلة الانتقالية؟ هي طبعا مليونيات مطلبية، ترفع شعار السلام، السلام أولا، استكمال الحياة للسلطة الانتقالية، المجلس التشريعي، تعيين الولاة المدنيين، عملية إصلاح المنظومة، الأجهزة العدلية، الأجهزة الأمنية، جهاز الشرطة، لديها مطالب صدعت بها الجماهير في ذلك. المليونيات دي برضو من أبرز شعاراتها دعم الفترة الانتقالية ودعم الحكومة الانتقالية لتقوم بتنفيذ هذه المطلوبات من الثورة. كيف يمكن أن تدعم هذه المليونيات الحكومة الانتقالية أستاذ خالد؟ طبعا الشارع هو عملية المد الثوري، الشارع هو اللي تظل جذوة الثورة حاضرة بوجود الجماهير في الشارع. نعم. يعني جذوة الشارع تظل حية وتظل متفقدة وتظل ممتدة، مما يؤكد أن الثورة لا تزال مستمرة. نعم أستاذ خالد، يعني هل تعتقد يعني بعد هذا الخروج وبعد هذه الوقفات وهذه المواكب والمسيرات الهادرة في شوارع ومدن السودان المختلفة، هل يمكن أن تقود إلى هذه النقاط المطلبية والنقاط التي لم تصل إلى نهايتها في مرحلة الفترة؟ مؤكد ستقود. بالأمس خرج رئيس الوزراء السيد الدكتور عبد الله حمدوك ووعد بأنه أول حاجة أعلن المطالب المرفوعة مطالب مشروعة، ووعد باتخاذ قرارات كبيرة ومهمة في غضون أسبوعين. نعم. طيب أستاذ خالد فتحي، عضو شبكة الصحفيين السودانيين، هناك يعني إشكالات اقتصادية كبيرة جدا، غلاء، تعثر في يعني حياة المواطن العادي، كيف يمكن أن يعني تسهم هذه المواكب وهذه الوقفات في حلحلة هذه الأمور الحياتية اليومية بالنسبة للمواطن؟ المسألة الاقتصادية واضحة، المسألة الاقتصادية أول قضية فيها هي ولاية وزارة المالية على كل مؤسسات القطاع العام، إنهاء الشركات الرمادية، تصفية الشركات العسكرية والأمنية والتابعة للشرطة، كلها تكون تابعة للقطاع العام. ملاحقة المفسدين من غادة النظام السابق وتقديمهم للعدالة وتفعيل القانون من أين لك حاجة، كل هذه يجب أن تكون قضايا ملحة لإعادة العافية للاقتصاد السوداني. نعم أستاذ خالد، يعني أنت كصحفي وكمتابع للشأن السياسي والحراك الذي يعني يدور، يعني ما هي فرص نجاح أو وضع وزارة المالية من 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 وضع يدها على هذه الشركات التي تحدثت عنها وقدرتها على ولاية المال العام في السودان؟
لا مفر مننا طبعا. ده ما سيستم معمول فيه في كل انحاء العالم. ما في دوله في انحاء العالم بتسمح لاجهزه حكوميه واجهزه رسميه واجهزه امنيه وجيش بيدارك نشاط تجاري او نشاط استثماري. معروف انه الدوله ما بتكون جزء من النشاط التجاري او النشاط الاستثماري. نعم. هي بتدير العمليه دي بمعزل عنها، ما بتكون شريك فيها، ما بتكون عندها مؤسسات اقتصاديه او شركات ده شيء طبيعي. يعني وزاره الماليه يكون عندها راي ويكون عندها وجهه نظر في الحاله دي، تكون مساله حاسمه ومساله فاصله في الموضوع ده. نعم. طيب استاذ خالد، نتحدث عن ولاية وزارة المالية على المال العام، وهو أمر يعني طبيعي ومعروف ومتبع في كل أنحاء العالم، ولكن ما الذي يمنع وزارة المالية من وضع يدها على يعني المال العام؟ لا شيء. هذا السؤال برضو عبر أدعو لوزير المالية، ما الذي يمنع وزير المالية من اتخاذ هذه الإجراءات؟ هل هناك عقبات يعني تمنع؟ ما هي العقبات ما بتزلل. طيب ما هو ده برجعنا للنقطة الأساسية، أنت ليه بتطلع الشارع؟ بتطلع الشارع لأن أنت بتطلب حاجات ما بتتحقق، فلذلك بتضطر للعودة للشارع مرة أخرى للتأكيد عليها. يعني أنت بعد ما طلع الناس في مليونيات من منطقة تفجر الثورة، طلعنا في مليونيات 30 يونيو 2019 رسمي، طلعنا في 30 يونيو 2020 واحدة من المطلوبات ولاية المال الوزارة المالية على المال العام. يعني ده ما قرار، انت لازم كحكومة ولازم كوزارة مالية تتخذه. نعم. وإلا حيظل الوضع لا يستقيم، ده ما وضع موروث من العهد البائد. العهد البائد صنع مؤسسات وصنع شركات رمادية زي دي لإعادة السيطرة على الاقتصاد. نعم. شكرا جزيلا للأستاذ خالد فتحي عضو شبكة الصحفيين السودانيين، شكرا جزيلا لك. نتواصل مع كل المتابعين لهذا اللقاء الخاص وهذه المتابعات لذكرى 30 من يونيو، وهذه المواكب وهذه الجموع الهادرة التي تخرج في شوارع الخرطوم لاستكمال مطلوبات الفترة الانتقالية ولتقول كلمتها ولتدفع ايضا بجهود حكومة الفترة الانتقالية نحو تحقيق اهداف ومراني هذه الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة. بالتأكيد يعني ستكون لنا وقفات ايضا ومتابعات عبر محطات ومحاولات متفرقة ان شاء الله، سنرصد من خلالها وسنقف عند هذه المظاهر وهذه الذكرى، وكيف يعني تمر هذه الذكرى بالنسبة للكثيرين. أنا أرحب عبر هذه المتابعات التي نجريها مع عدد من المتخصصين أيضا وزملاء في متابعات هذه الذكرى، ذكرى 30 من يونيو. أرحب بفيصل شبو عضو تجمع أو تنسيقية قوى الحرية والتغيير. مرحبا بك أستاذ فيصل. أهلا، مرحبا بكم بقناة الشروق في ثوبها الجديد. مرحبا بكثيفة الإعلام التي نعول عليها كثيرا في تثبيت الديمقراطية والمدنية ودولة القانون. مرحبا بكم. مرحبا أستاذ فيصل. تخرج اليوم هذه الجموع في ذكرى 30 من يونيو، خرجت إلى الشوارع. قوى الحرية والتغيير هي يعني شريك في حكومة الفترة الانتقالية ودعت إلى الخروج للشوارع، والآن الشارع يستجيب. في تقديرك إلى أي مدى يعني ما زالت قوى الحرية والتغيير تسيطر هي ويعني شركاؤها الآخرون على الشارع وعلى الثورة؟ أستاذ فيصل إن كنت تسمعني، إذن فقدنا الاتصال بأستاذ فيصل شابو من تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير. كنا نتحدث عن خروج الناس في هذه
الذكرى ذكرى الثلاثين من يونيو، وأيضا ننقل هذه المظاهر والكل الآن في الشارع لإحياء هذه الذكرى، وأيضا يعني إيصال هذه الرسالة وللدفع أيضا ب يعني جهود حكومة الفترة الانتقالية. إذن هي نقاط كثيرة ومتعددة نتابعها، وإن شاء الله سنقف فيها من خلال متابعتنا لهذه الوقفات. كما تتابعون يعني هذه الصور تريدنا من مدينة ودمدن هي الأخرى التي تخرج في ذكرى 30 من يونيو. أعود وأرحب من جديد بالأستاذ فيصل شبو من تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير. مرحبا بك أستاذ فيصل، كنت قد سألتك قبل أن يعني أفقد التواصل معك عن يعني مدى سيطرة قوى الحرية والتغيير أو ارتباطها بالشارع وتأثيرها على الشارع العام. مرحبا مرة ثانية. نحن كتحالف سياسي عريض لأول مرة يكون بهذا الاتساع تحالف سياسي في تاريخ السودان في كل ألوان الطيف السياسي التي أنجزت ثورة ديسمبر مع جموع الشعب السوداني. لا ندعي أننا نمثل كل الشعب السوداني، لكن هذه غالبية القوى السياسية التي كانت تعمل طوال 30 عاما من أجل دحر ذلك النظام البغيض الذي دمر كل مقدرات الشعب السوداني. وانتصرنا بإرادة شعبنا، بتلاحمنا، بوحدة كل قوى التغيير وقوى الثورة. على هذا المنوال نسير لإنجاز المرحلة الانتقالية بنجاح، ونسير لإنجاز نصر على أن تستمر الثورة المتغيرة كل السودان حتى تنجز كل أهداف الثورة السودانية من السلام والعدالة والحرية. والآن نحن في مفترق طرق، نحن والجهاز التنفيذي الذي نحن نمثل قطاعه السياسي، وكما تعلمون إن هذه شراكة أملتها الظروف أو الوضع الراهن إبان التغيير في أبريل 2019 عند انتصار الثورة. كانت هذه توازنات القوى الموجودة. نحن الآن كتحالف سياسي مرتبطين بقضايا الشعب السوداني وعلى مقدمتهم الثوار والكنداكات بمطالبهم التي نحن نأيدها كاملا من إنجاز مهام الفترة الانتقالية على راسها السلام، ونسير فيه في حوارات طويلة عميقة مع مختلف حركات الكفاح المسلح. وكاد أجزم أو أبشر الشعب السوداني بأن تبقى قليلا ننجز السلام والاتفاق. نحن ندعو لأنه يكون سلام حقيقي، سلام يشمل كل ربع السودان، كلام يغطي القضايا الحقيقية التي كانت تتسبب في حمل الناس بالسلاح. نعم. وكذلك القضايا السياسية الأخرى المعلقة التي لا نعفي نفسنا من مسؤولية تأخيرها، كتعيين الولاة السنين وإكمال أو الاتفاق على المجلس التشريعي حتى يقوم بدوره في رقابة الجهاز التنفيذي وفي إنجاز المرحلة. أنا لا في بحري هذه أصوات السيارات. نعود مرة أخرى إلى ميدان الرابطة. فنحن موجودين في الشارع بقوانا السياسية، موجودين في تحالف الحرية والتغيير لجنة ميدان، والآن يعني لأول مرة يكون عندنا هذا التناغم مع القوات النظامية. كوننا لجنة مشتركة ما بين الحرية والتغيير وبشقيها لجنة الميدان ولجنة الإعلام مع كل القوات النظامية الأخرى باللجنة الأمنية برئاسة والي الخرطوم. اتفقنا على خطة من قبل 4 أيام وتسير كما ينبغي بدقة شديدة جدا جدا. نأمل أن يمر هذا اليوم بدون أي خسائر، سواء كان في الأرواح ولا في الأجساد ولا من الناحية الصحية. تزلنا مجهود ضخم جدا جدا في الأسابيع الماضية مع لجان المقاومة، مع أسر الشهداء ليلة نهار. اتفقنا على أن لا تكون هناك مواقف مركزية ضخمة للظروف الصحية الموجودة،
بذلنا مجهود في توفير الأدوات الصحية من معقمات ومن كمامات تم توزيعها لكل المحليات. والآن نحن متواجدون وسط الشباب من السوار والسائرات ونتابع التنظيم، ونعم رغم محاولات شديدة لحلول النظام السابق لمحاولة تعكير هذا اليوم التاريخي الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ الثورة السودانية عموما وتاريخ ثورة ديسمبر. نعم أستاذ فيصل شبه من تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير، يعني دعني أتساءل عن هذه الحاضنة السياسية. قوى الحرية والتغيير تتكون من يعني مجموعة أحزاب ومسميات وقطاعات يعني مختلفة فكريا وسياسيا، ولكن استطاعت أن تحافظ على هذا المكون وأن تقوم وتطلع بدورها. في تقديرك ما الذي يعني جعل قوى الحرية والتغيير تحافظ على هذه الكتلة وهذه اللحمة واستطاعت أن تدير هذا التنوع الكبير وهذا الاختلاف الكبير؟ هذا سؤال جميل ورائع جدا جدا، وهو سؤال المرحلة حقيقي، لأنه نحن ظللنا في نضال ومكابدة شديدة جدا جدا طيلة 30 عام الماضية لننتصر. توصلنا بعد تجارب كثيرة ومريرة إلى أن الوحدة هي الكلمة السر في إنجاز كل الملاحم الوطنية في تاريخ السودان منذ الاستقلال وكل المعارجات الصعبة في الحياة السياسية السودانية. لم ننجح فيها إلا بالتوحد الكامل لقوة التغيير، القوة التي تنادي بالتنمية الكاملة بالسلام المستدام. كل ذلك لا يأتي إلا عبر التوحد. نعم ممكن أن نختلف في تفاصيل القضايا سواء كان الأيديولوجية ولا الرؤى السياسية ولا المفاهيم حول القضايا يعني ما بعد الاستقرار. نحن أمامنا قضايا الآن مؤجلة منذ الاستقلال، قضايا التنمية، قضايا الاستقرار، التعليم، التنمية المتوازنة، العدالة، دولة المؤسسات. هذا ما ينبغي أن نركز عليه وأن نأجل كل صراعاتنا الحزبية والخلافات الأقل إلى وقت آخر. كما نعلم جميعا أن السودان بلد داخل بثروات عظيمة جدا جدا، وإنسان ممتلئ بالوطنية وبالحماس وبالرغبة في البناء، تشهد على ذلك كل تجارب العالم الأخرى التي وصل إليها السودانيين. نحن أقدر على بناء بلادنا، فقط نحتاج إلى وقفة، إلى تعاضد، إلى جو، إلى بناء مؤسسات ديمقراطية تحكم خلافاتنا وإيقاف صوت البندقية، أن يكون كل الخلاف وكل المعارك أن تدار بشكل حضاري كما أثبت لنا شباب ديسمبر، لأن كل شيء بالوعي وبالحكمة وبالسلمية ممكن أن يدار وأن تنجح التجربة. نعم. دعني أستثمر هذا السؤال في أنه أبشر بأنه حتى نحن حتى الآن رغم هذه الوحدة نأمل بأن نتوحد مع كل قوى الثورة، كل قوى الثورة، ولذلك نعمل منذ شهور على إعادة هيكلة تحالف القوى الحرية والتغيير بأن يشمل كل القطاعات التي هي الآن خارج هذه الهيكلة. فعندنا مؤتمر سأجل بسبب الظروف الصحية لجائحة كورونا، غالبا سيعقد في بعد أن تنفرج هذه الأزمة قليلا في يوليو القادم. الدعوة فيه مفتوحة لكل السودانيين بمختلف قطاعاتهم، حتى حركات الكفاح المسلح تشارك، وقبل يومين أرسلوا لنا موافقتهم على أن يكونوا جزء من اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وكذلك أسر الشهداء ولجان المقاومة وكل القطاعات الحية التي أسهمت في هذا التغيير الكبير. نعم أستاذ فيصل، كل ذلك من أجل تمكين الوحدة وتمكين هذا التحالف لإنجاز المهام الكبرى. نعم طيب أنت تتحدث عن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي دعت إليه الحاجة، يعني وصل إلى ما وصل إليه، والآن تتحدث أيضا عن يعني انفتاح يعني هذا التحالف لما تبقى أيضا من قوى الثورة السودانية. في تقديرك أنت كجزء من هذا التحالف في تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير، ما التحدي الذي ينتظر هذا التحالف، تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير؟
والله تحديات كبيرة وكثيرة ومتنوعة باتساع العقبات والمشاكل التي موجودة الآن على الساحة، منها الدمار الشامل الذي تركه ذلك النظام، ومنها قضايا كما أسلفت معلقة من ضمن الاستقلال، كيفية التنمية المتوازنة. نحن مسؤولون، نشعر بالمسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه كل شبر في هذا الوطن. لن نرتاح وهناك إنسان في أطراف هذا البلد لا يجد المأوى ولا يجد المسكن ولا يجد التعليم ولا يجد العلاج. هذه القضايا هي الأساسية وهي الأولوية قبل أن ننتقل إلى قضايا أخرى تعتبر شرف بالنسبة لكثير من أطراف السودان الأخرى. ولذلك كان السلام هو القضية الأولى حتى ننجز السلام ويكون شامل ويكون بأدواته الحقيقية التي تنزله على أرض الواقع. السلام لا يعني إسقاط صوت المدافع فقط، يعني الزراعة، يعني التنمية، يعني الخدمات من التعليم ومن الصحة حتى يستقر أبناء تلك المناطق في مناطقهم، وذلك يكون رافد من رافد الاقتصاد المستقر. عندما تستقر كل هذه القرى والمدن في الأطراف وتتحول ميزانيات الحرب إلى ميزانيات تنمية، سيكون ذلك إضافة لإنجازاتنا في هذه الفترة الانتقالية. نعم. والتحالف جزء من أهدافه السياسية أن نكون لغة جديدة ومناظر جديدة وحتى ننجز الأهداف. ينبغي أن نتطور، تطور العالم الحضر كثيرا، كما نرى أصغر البلدان حولنا الآن صارت عملتها أقوى من عملتنا كثير، رغم المصادر الهائلة من الثروات الموجودة في السودان ولهم الحقوق البشرية الموجودة. فقط ينبغي أن نركز على ما هو وطني وهو استراتيجي أولا، ثم نعود إلى الخلافات الصغيرة أو المشاكل الأقل أهمية. نعم أستاذ فيصل، أنت يعني قيادي في تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير، والآن تتحدث أيضا من الشارع وتتحدث أيضا من المواكب في مدينة بحري، وأنت يعني أحد المشاركين في هذه المواكب. سؤالي، ما هي الرسالة التي يعني وضعها الثوار ولجان المقاومة والمواطنون الذين خرجوا في هذه المواكب في بريد قوى إعلان الحرية والتغيير؟ نعم، نحن كما أسلفت كما كان سؤالك إن نحن جزء من هذا التحضير باعتبارنا موجودين عضوية في لجان أحيانا، و من بشريات هذه الثورة ومن معاملة الأساسية أنه جعلت الحوار يمتد في هذه السلمية بين كل الأجيال. نحن في بحري تغيرت إدارات كل الأندية الثقافية والرياضية وخلافه، وصار الحوار يوميا بين كل الأجيال. لذلك كل يوم نحن نتقدم خطوات في سبيل الوعي. في هذا المناخ الإيجابي تم صياغة هذه الأهداف اللي هي إكمال هذه الحكومة بوزرائها، هي نتاج واختيار وثورة. هناك تعطل حقيقة وتباطؤ، وهذا ناتج من ظروف موضوعية كثيرة جدا. نحن نتفق مع الشباب، مع الثوار، مع الكنداكات، أن هناك قضايا تأخرت كثيرا، منها العدالة تجاه مجرمين نظام طيب السابق. أستاذ فيصل، أنت تتحدث عن ظروف موضوعية، عفوا للمقاطعة، يعني هي سبب في يعني هذا التأخير. هل يعني الآن سنحت الفرصة وتهيأت السبل للوصول لما تبقى من أهداف المرحلة الانتقالية؟ نعم، واحد من الظروف الموضوعية يعني كما يقولون النظرية رمادية والواقع أخضر. أنت قد تخطط في الورق على أشياء كثيرة جدا، لكن عندما نقول للواقع للتطبيق العملي تصطدم بعقبات قد لا كنت تدري حجمها. فتقديرنا كان السلام ممكن أن ينجز خلال 100 يوم الأولى أو أقل، وهذا كان حلم، واصطدمنا بعقبات كثيرة.
هناك قضايا مرتبطة بالسلام بشكل أو آخر. نحن كنا بشكل نظري أو أمنيات أو أحلام أن ينجز السلام، وخلال هذا السلام نشرك قوات الحركات الكفاح المسلح ومناطق الهامش في البنيان الجديد من خلال الولاة، من خلال المجلس التشريعي وخلافه. للأسف هذا لم يتم. حتى الآن نحن نتحدث عن أن السلام لم يوقع بعد. ولذلك تعثرت مسألة اختيار الولاة، ده واحد من الأسباب. تعثر المجلس التشريعي لأنه كنا نود أن المجلس يمثل كل الطيف السوداني جغرافيا وسياسيا ومناطقيا، لا نقول غضليا لكن مناطقيا، وكل الحركات التي فرض عليها أن تناضل بالسلاح والأحزاب السياسية. هذا واحد من العقبات. العقبات الأخرى الدمار الاقتصادي الذي خلفه النظام البايد بفساده الفظيع، وقد كشف كل يوم مدى فظاعة هذا الفساد ونخره لكل مقومات الدولة السودانية. هذا عطل كثيرا جدا، ولا يزال جزء منهم يأمن ويقاوم التغيير بشتى السبل، سواء كان رأس المال الذي تم تجنيبه من الجهاز الحكومي أو من هم موجودين داخل الجهاز الخدمة المدنية أو غيره. هناك خلافات كثيرة جدا جدا تعمل كقوة مضادة للتغيير. هذا سبب من الأسباب بتاعت التأخير. لكن الآن كل يوم نحن نصير خطوات أكثر وبثبات أكثر، وعندما نجتمع كقوة تغيير كاملة بالتأكيد تتم الهزيمة لهذه القوى المعارضة للتغيير وللسلم في السودان. نعم فيصل، يعني على ذكر السلام والحديث عن السلام، الوثيقة الدستورية لم تحتوي على المجلس الأعلى للسلام، كيف يمكن تدارك هذا الأمر؟ عفوا لم أسمع. الوثيقة الدستورية يعني لم تحتوي على إنشاء مجلس أعلى للسلام، كيف الآن يمكن تدارك هذا الأمر؟ يعني وأنت تتحدث عن يعني أهمية السلام و ضرورة الوصول لسلام حقيقي في السودان. نعم، في الوثيقة موجودة المفوضيات، وغالبية قوى، أنا لا أريد أن أتحدث باسم كل قوى الفريق الصغير، لكن هناك آراء متعددة داخل هذا التحالف. لكن الرأي المنطقي والغالب وفق الوثيقة الدستورية هي المفوضيات. المفوضيات لأنها هي تناقش القضايا الأساسية للسلام وجذور المشكلة، وهي تمثيله ورئاسته وخلافه. الموضوع كبير ومتشعب، يحتاج حلقات أخرى وناس متخصصين في هذه المسألة قانونيا ومن ناحية السلام. لكن المفوضية أو المفوضية عموما هي أكثر عملية وأكثر أكثر إنجاز لهذه المسألة، لأن يجتمع فيها أصحاب التخصصات وحتى السلطات التي وفقا تمنح لها وفقا الوثيقة الدستورية للجهاز التنفيذي أكثر منها للجهاز التشريفية أو خلافه. نعم أستاذ فيصل، تحدثت الوثيقة الدستورية عن عدد محدد يعني أعضاء المجلس التشريعي. الآن هناك حركات كفاح مسلح تنخرط بشكل رسمي وبشكل جاد في حوار للسلام، يعني مع وفد الحكومة. في حال توصلت يعني هذه الحركات إلى اتفاق سلام يعني بمسمياتها المختلفة وبأعداد المختلفة، هل يعني هذا الرقم سيستوعب كل هذه الحركات مع حكومة الفترة الانتقالية، أم سيكون هناك يعني جديد في هذا الشأن؟ والله يعني حسب الحوار كما أسلفت في السؤال السابق، أن التخطيط على الورق شيء والواقع شيء آخر. حتى السلام الآن يثير وفق منعرجات كثيرة ومتجددة. كل الحركات ليس لها نفس الرؤية السياسية، ليست لها نفس الآراء أو الآفاق لتحقيق السلام على أرض الواقع. لذلك كانت صعوبة هذه المفاوضات. الآن الجبهة الثورية وصلت لنقاط متقدمة جدا في الحوار، وتكاد تصل لاتفاق في الأيام القليلة القادمة. لكن هناك حركات أخرى مثل عبد الواحد محمد نور وحركة عبد العزيز السلول، الحركة الشعبية، لها آراء أخرى ولها نقاط خلاف مع الوفد الحكومي. حتى نحن داخل الحرية والتغيير
لم نجتمع بعض على كثير من التفاصيل. لذلك نرى أن التجديد الهيكل والمناخ وضخ دماء جديدة في هذا التحالف في يوليو سيتيح فرصة أكبر لتمكين هذا التحالف، وبالتالي ينعكس ذلك على المجلس التشريعي أنه يكون ممثل كل أنواع الصف السياسي في كل السودان. لا نزال في حالة تجديد لهذه الرؤى من خلال الثقة السريعة ومن خلال الاتفاقات الجديدة. نعم أستاذ فيصل شبو، يعني أنتم في تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير، كيف يعني تنظرون إلى يعني التعامل مع هذه المشكلات الاقتصادية ومعاش الناس؟ يعني كيف تنظرون لهذا الأمر؟ ما هي رؤيتكم لحل هذه المعضلة التي يعني يعاني منها الكثير؟ أيضا كما أسرت سابقا بأن الدمار كان شامل والدمار واسع جدا جدا بالتحديد في الجانب الاقتصادي. تمت خطوات واسعة جدا جدا لحل حالة هذا الإشكال. حاولنا نتجاوز فيه الأشكال أو الأطر التقليدية أن تكون المسألة وقفا على وزير محدد أو وزراء اقتصاديين أو وزراء القطاع الاقتصادي فقط، وفتحنا الباب لأن تكون كل الآراء الاقتصادية من كل ألوان الطيف السياسي تعمل في اتجاه واحد، هو حل هذه المشاكل الضارئة. نحن الآن نعاني مشكلة على رأسها الدواء، نعاني من مشكلة وقود، نعاني من مشكلة كهرباء، كل ذلك في ما هو موجود أو ما ورثناه من قطاع اقتصادي خرب تماما في كل المجالات، يحتاج لمعالجة سريعة ومعالجة شاملة. وكاد أجزم أن الحركة في اتجاه الإصلاح السياسي تسير في كل الخطوط المتواجدة، سواء كان العلاقات الخارجية وإدخال أو استيراد التكنولوجيا في مجال الزراعة والصناعة، حتى يكون لنا عائد من التصدير، لنا منتجات كبيرة ومتعددة ومتنوعة تصدر كخام. الآن تتغير هذا الأسلوب لأسلوب أفضل، لعائد أفضل، يشرك قطاعات أكبر في الإنتاج. مسألة الزراعة وتحتاج معالجات سريعة جدا جدا، حضان الله بأراضي واسعة وشاسعة وكثافات زراعية كبيرة. كما تابع الناس هذا العام من بشريات الثورة كان أكبر إنتاج في تاريخ المشاريع الزراعية من القمح، 11 مليون جوال، وهذه تكفي لأكثر من 50% من استهلاك المحلي والتشغيل والعائد للمزارعين، وتم تحديث المزارعين بسعر تركيزي عالي جدا، أعلى من السعر العالمي، حتى يشجع في إنجاح الموسم الصيفي. فعملنا مع بعضنا في كل الهيئات والمسميات في إنجاح هذا الموسم الشتوي، والعمل يجري على قدم وساق في كل أنحاء السودان لتجميع هذا المحصول من القمح اللي يكون في المخزون الاستراتيجي. هذا بدوره سيوفر لنا قيمة ما كنا نستورده من القمح من عملات صعبة لتتجه للتعليم والصحة. أيضا تم تكوين آلية أو لجنة اقتصادية من كل الأطراف، من المجلس السيادي، من مجلس الوزراء، من قوى الحرية والتغيير، وشركت فيها أجزاء أخرى، اتحاد أصحاب العمل، وكل الاقتصاديين في مختلف الظروف والاتجاهات الفكرية، كونت محفظة. نحن لا نحاول أن نبشر تبشير حسب الكلمات فقط، وإنما الأيام القادمة أو الشهور القادمة ستشهد انفراجة كبيرة جدا على هذا المستوى. وكاد أجزم أن كل هذه المشاكل لا يزال وراها عمل مقاوم من النظام الدائري. شكرا جزيلا الأستاذ فيصل شبو من تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير، شكرا جزيلا لك. نتواصل عبر هذه المحطات والمتابعات لذكرى 30 من يونيو وهذه الشوارع التي نحاول أن نقف عندها وأن نرصد هذا الحراك الذي يدور في مناطق وأرجاء السودان المختلفة. إذن تابعونا وكونوا معنا.
We'll be right back.
We'll be right back.
أهلا بكم من جديد عبر هذه التغطية الخاصة من قناة الشروق، ونحن وأنتم نغطي هذا الحدث الكبير، خروج مواكب جماهير الشعب السوداني في مدن ويعني أصقاع ومناطق السودان المختلفة في إحياء ذكرى 30 من يونيو. أرحب في هذه المحطة بالأستاذ راشد أمين من منظمات المجتمع المدني وعضو غرفة الطوارئ المركزية لجائحة كورونا. أحييك مرحبا أستاذ راشد. أنتم يعني تطلقون هذه المبادرة، مبادرة وعي سلوكي، حدثنا عن هذه المبادرة. في البدء التحية لقناة الشروق لتحت الفرصة، عبركم التحية لكل شعبنا السوداني العظيم لذكرى 30 يونيو المجيدة. كانت بالنسبة لنا لحد هسه بتمثل لنا عمق عملية التغيير التامة في السودان حقيقة.